اشترك وخد بطاطس على الاقل تستفيد تاكل هم المم منها تحس انك في عيد نغماتي موسيقيه جدا فيديوهاتي تجيب ادمان ايبي جيمنج ماركه دوليه بكره نفتح شركه كمان وازيكم يا ابطال عاملين ايه وحشيني جدا 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 قبل نبدا فيديو النهارده ما تنسوش صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام وفيديو النهارده يا ابطال المفروض يا ابطال فيديو النهارده من سلسله صناعه ملابس اليوتيوبر اللي هو هتعرفوا اسمه دلوقتي حاضر اللي هو ابطال صناعه ملابس اليوتيوبر في ماب البيوت وندخل بقى ونشوف يا ابطال ايه اللي هيحصل جوه بصراحه في السلسله دي بحبها قوي لانها دايما بيبقى فيها حاجات جوه ومغامرات وحاجات جديده احنا ما نعرفش اصلا هيحصل ايه ولكن داخلين نتفاجئ فقبل ما نبدا فيديو النهارده انزل هنحط لايك للفيديو في القناه وتوقع مين اليوتيوبر اللي معانا النهارده وهو ايوه ابطال يوتيوبر اسمه كانشي تمام اليوتيوبر ده ناس كتير قالت لي برضك تحت في الكومنتات عليه سبحان الله قاعد بيلعب دلوقتي بجد خلونا من كده فش لسه بيلعب او ماي جاد بيلعب لان اصلا اليوتيوبر ده ابطال يعتبر يعني هو بيعمل ايه بيقعد يختم في مبات بس هو ده ابطال بيقعد يشوف اي مبة جديده بتطلع سواء مثلا بيختم بلوكس فروت او ادوبت مي اي بقى مبة قدامه تمام سيميليتور ما اعرفش بيعرف يختمها برضك عنده مهاره حلوه جدا وربنا يوفقه باذن الله في اللي جاي بصراحه انا بشوف كم مقاطع كده ولكن مش بحب جو المبات قوي بصراحه ولكن فيديو النهارده يا ابطال هيبقى المفروض اللي احنا هنشوف دلوقتي دوس شو ايتم او ماي جاد دي الحاجات اللي هو يعني اما نشوف السكين بتاعه عامل ازاي تمام حلو قوي ده بوي او ماي جاد من الواضح يا ابطال اللي هو شارح حاجات كتير تمام خلونا نعمل كده والله مش كتير والله ايزي ثانيه كده ده بخمسه روبوكس ايزي جدا 205 او ماي جاد يعني بنطلون اديداس ب 205 هو ده اديداس بجد ولا ايه يا عم احنا في لعبه روبلوكس والله مستحيل شعر ب 85 ماشي عند هنعدي دي ماشي ده الهيد وده ماشي معروف تمام انا بجد بصراحه ابطال البنطلون انا هلبسه اي بنطلون اسود تمام مش شرط يبقى اديداس يعني هلبس اي بنطلون اسود من ماب البيوت هو ده اللي انا هعمله بصراحه او اي بنطلون عندي لان بصراحه حرام على بنطلون 205 روبوكس صح ولا اكتبوا تحت في الكومنتات بصراحه حاسس ان هو حرام ما ينفعش كتير قوي بامان ما علينا المفروض دي ب 25 روبوكس تمام خلونا ابطال نشتري كل الحاجات دي ونرجع لكم على طول شايفين يا ابطال المفروض اللي احنا اشترينا الحاجات تمام فالمفروض يا ابطال انا محتاج بصراحه اعمل حاجه المفروض يا ابطال شوف يا ابطال الجسم بتاعه ايه على ما اعتقد ان هو بوي تمام مان او ماي جاد تمام حلو قوي اللي احنا عرفنا عشان لازم بصراحه ابطال نعمل السكين بالظبط وما يكونش فيه اي غلطه تمام اما نشوف التورسو برضك عايزين نتاكد التورسو مان تمام فين المان فين المان لان في ابطال تورسو وكذا تورسو حرفيا اللي هو شكل البادي اللي هو الجسم ده تمام زي ما انتم شايفين كده عملناه حلو جدا المفروض ناقص ايه تاني ايوه الرجل المفروض ده كل حاجه معموله او ماي جاد مش معموله طب ثانية خلونا نعمل كده من هنا عند المان فين المان بالظبط هو ده كده هيعمل لنا كله مان حلو قوي تمام هنا بقى ابطال جه الوقت اللي احنا المفروض بردك مان هيد خلونا نتاكد ايوه بالظبط هتلاقوها مان هيد حلو قوي يلا ابطال نعمل كده ونعمل كده ونعمل كده والمفروض كده السكين بقى تمام خلونا نتاكد او ماي جاد بس ناقص البنطلون بقول لكم يا ابطال انا بفكر اعمل حاجة خلونا كده نروح هنا ونكتب اديداس تمام شيرت يعني ما اعرفش او كنت عايز اكتب شورت ولكن تمام دلوقتي المفروض احنا تيشيرتات ولكن انا مش عايز تيشيرتات يا ابطال خلونا نعمل كده ونروح عند البنتس ونكتب اديداس تمام ونشوف ايه ده اللي انا كتبته ده ماشي تمام اديداس اكيد هنلاقي حاجات بالخمسه روبوكس وحاجات كده ايزي تمام ايوه كده هو ده يا جدعان والله العظيم هو ده لونه اسود وهو هو اللي خلاني اشتري واحد يعني شورت ب 200 روبوكس والله كتير خلونا ابطال نشتري دلوقتي حالا عشان هو السوق ايزي اقسم بالله كده المفروض ابطال السكن هنعمل بسرعه بس ريفرش وبعديها نلبس على طول الشورت وكده السكن ظبط وزي ما انتم شايفين انا ثانيه واضح اللي في حاجه نسيت اعملها ايوه هي دي يا ابطال الفيس يا ابطال كنت هتسرع وبصوا كنت هنسى كل حاجه خلونا برضك يا ابطال نشوف الانيميشن عشان المشيه بتاعته او ماي جاد ايه المشيه الغريبة دي خلينا دلوقتي يا ابطال ندوس على ذا ويننج سمايل ومفروض دلوقتي معانا السمايل وكده تمام المفروض يا ابطال اللي هو ايدل تمام الانيميشن اسمه ايدل دلوقتي يا ابطال ندوس هنا تمام على ما اعتقد الانيميشن هنلاقيه هنا اسمه ايدل انا اعتقد يا ابطال انا اشتريته اوعى اكون ما اشتريتهوش او ماي جاد ده من الواضح لا مش مشتريه هو ابطال اسمه نايت تقريبا مش ايدل انا قعدت اتاكد هو اسمه ايه ولكن بالفعل يا ابطال انا مش مشتريه تمام خلينا ابطال طيب نجيب كده نعمل كده يا ابطال ونقوم حاطينه هنا ونعمل افاتار او ماي جاد ده هتلاقيه غالي جدا ده حرفيا ده يا ابطال هتلاقيه غالي جدا
مش موجود. واضح كده ابطال المشية مش هنعرف نعملها، لان ابطال المشية اصلا مش بنقدر نشتريها. او ثانية ندوس كده. او ماي جاد 500 روبوكس والله العظيم كتير. بقول لكم ايه، عشان بجد بجد مش معايا غير 500 يعني، معايا 600 روبوكس فمش عايز اخلصهم يعني. فبقول لكم يعني بلاش يعني، عدوها لي تمام، سلكوها لي، بلاش اشتري الحتة دي، لان هو بجد سكنه حاجات قد كده يعني، شورت ب 200 مش عايز افتكر، مش عارف بقول لكم ايه، اكني عملتها تمام. ايه ده اشتريته كده وكده. ماشي يلا بينا. والمفروض دلوقتي السكن موجود، وخلونا دلوقتي ابطال نخش على ماب البيوت، متحمس جدا جدا. يا ترى جوه هيحصل ايه؟ حط لايك ويلا بينا نشوف. وزي ما انتم شايفين يا ابطال دلوقتي دخلت ماب البيوت بسكن كانشي تمام، اللي هو بجد بجد سكن غالي، وفي حاجات بجد ما تستاهلش اصلا الرقم ده. ما اعرفش صح هو ليه يعني بيشتري حاجات يعني باين اللي هي صغيره، ولكن انا بدخل انا انصدمت بجد، انا مصدوم دلوقتي، ولكن هو ده السكن يا ابطال. واما نشوف دلوقتي احنا في ماب البيوت. وي مين ده؟ حاسس ان الشخص ده بشبع. اوه ماي جاد الهاكر، اقسم بالله كل شويه اشوفه. هو انا سنة كتب ايه؟ كتب ايه؟ هاي اهلا بيك. اوه ماي جاد ثانية بيقول ايه؟ لا تخاف. حاضر حاضر انا مش هخاف، ولكن يعني بلال انا مش بلال للاسف، انا مش بلال. تعرف انا مين؟ اما نشوف يا ابطال ترى اعرفك انت ايه برضك؟ يا جدعان ما حدش يقول لي بيجيب. يا جدعان انتوا مش بتشوفوا السلسله يا جدعان؟ يا نهار ابيض والله العظيم مهما عملت السلسله دي تفضلوا كل شويه تقولوا ايه بيجيمنج وبلال بلال ايه بيجيمنج. يا جدعان تقمصوا الشخصيه زي ما انا بمثل كده. ماشي ترى والله حركات واضحه. ثانيه. او ماي جاد ثانيه، هو ايه بيجيمنج بيمش كده فعلا؟ يعني انا كده عملت ده كده، انا ايه بيجيمنج بيمش كده؟ او ماي جاد. خلاص خلاص ما تفتحناش طيب بعد اذنك، ما تفتحناش طيب بعد اذنك بعد اذنك. طب انا دلوقتي هعمل ايه طيب؟ يعني طيب ماشي خلاص، انا بلال انا بلال. مين الشخصيه دي تمام اللي هو انا؟ اما نشوف يعني. ايوه بصور. تعرفوا بقى مين الشخصيه طيب دي؟ انا عايز اتاكد يا ابطال هل نسيته. او ماي جاد الناس ناسياه. على فكره الشخص ده ابطال اصلا مش بيدخل ماب البيوت، انا ما اعتقد فعلا ان الشخص ده مش بيدخل ماب البيوت. فلما فجاه كده الشخص ده بالسكن بتاعه الناس تلاقيه في ماب البيوت، هل هتفتكره ولا لا؟ انت انا ايوه ايوه مين ابي جيمنج؟ لا لا مش اي بي جيمنج، صدقني انا مش اي بي جيمنج دلوقتي. انتوا ليه مصممين بجد ان انا اي بي ده؟ طب ده اي بي جيمنج يا جدعان؟ انا مش عارف، انتوا المفروض بتشوفوا السكين تقولوا ده الشخص تمام. بقول لك ايه، طيرني او انا اللي هطيرك. تعالى تعالى انت بقى هاك ده، كل شويه ابطال يجي لي في كل الحلقات. ترى اعرفك. طب ايوه مين بقى؟ اي بي جيمنج. استغفر الله استغفر. طب وبعدين نعمل ايه في الموضوع ده؟ والله انهي السلسله طيب؟ الموضوع بجد تتذكر؟ انا لا 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 اتذكر، لا اتذكر وههرب، لا اتذكر واهرب تمام، واعمل كده واعمل كده واروح عندي ده. المشكله السيرفر اجانب، ولكن هو دلوقتي بقى في ناس عرب تمام، يعني هو دلوقتي بقى في ناس عرب من اول ما انا دخلت. خلونا نشوف كده تمام. بصراحة أنا ما أعرفش يعني، مش بشوف كانش كتير اليوتيوبر ده وبيصور مثلا حاجات أو كده، ولكن بجد بجد موضوع غريب، الموضوع يعني مش عارف والله. هل بجد حد دلوقتي أو ما حدش قال اسمي خالص؟ اسم كانشي خالص ما حدش قاله، يعني من الواضح اللي هو أصلا مش معروف يا أبطال في ماب البيوت خالص، اللي هي ماب حالة واقعية اللي هي يعتبر من أشهر المابات برضك في لعبة روبلوكس تمام، ماب البلاي تمام. المفروض حد يعرفني هيقول لي بلال. استغفر والله يا جدعان، لو قالوا لي بلال، لو برضه بس هقول لهم، لو قالوا لي بلال شوفوا انا هعمل ايه تمام. ما حدش يعرفني هنا. مين انا مين طيب؟ يا رب ما يقول بلال، يا رب ما يقول بلال. ماشي اما نشوف. بسم الله بسم الله، يلا حماس. هيقول مين؟ هيقول مين؟ بلال. انا نعمل كده بس، هو ده لما ده بصوا، لما حد يقول لي بلال انا بعمل كده بس، سيبني بقى اعوم في اعوم. هو ده، محدش يقول بلال تاني. تعالى ماشي تمام، جوله مع الهاكر. او ماي جاد اوه ديم والله جامد، ديم هاكر بجد اقسم ديم. شكرا يا هاكر يا محترف، يعني هاكر محترف والله، هاكر محترف والله. ضيفني اجري اجري لاني احبك والله، انا بحبك بس انا مش بضيف فقرات. اجري بص دلوقتي هيفعل هاك، انا عارف هيفعل هاك وهيجي. بصوا هيفعل هاك وجعي. يا لهوي يا الخضه، اقسم بالله رعب، اقسم بالله. بلال وين؟ مش بلال،
حلقة النهاردة يعني محدش يعرفه، محدش يعرف اليوتيوبر لما بجد مصدوب. يعني اليوتيوبر طلع عنده اكتر من 250 الف مشترك ومحدش يعرفه في اشهر ماب في لعبة روبلوكس، ماب البيوت. بجد الابطال دي يعتبر اشهر ماب في لعبة روبلوكس، يعني افلام روبلوكس وحاجات تانية كتير. بجد انا مش مصدق بجد والله. محدش قال كلمة يعني كانش خالص يعني، ولا حتى كتب الكاف. تعرف سنسون اوه ماي جاد، ما تجيبليش سيرته يا عم بقى، كفايه اخر مقلب عملوا فيها بعد اذنك. بعد اذنك تمام، خلينا نعمل كده، نمشي في المدينه، من الواضح ان مفيش حد يعرفني. بجد انا متضايق قوي لان الفيديو النهارده كده يخلص على طول، لان من الواضح ان مفيش حد في عرب دخلوه. عشان ما تقوليش قبل انت ظالم واليوتيوبر وكده، المفروض يعني تدخل سيرفرات تانية. ما كل العرب دخلوا معايا، يعني يعتبر كل الابطال دخلوا معايا، المفروض يكونوا عارفين الشخص ده. تمام، اما نشوف الشخص ده، خلينا نشيل الشخص ده. طيب تعال تعال ما تخافش، تعال يلا يلا. ايه ثانيه ثانيه ثانيه، تعال ليتس جو يا باشا، ليتس جو يا جامد، حلو قوي. هاكر تاني ماشي، خلينا بطل نقول له انت تعرفني. اما نشوف، شوف هيقول لي ايه. خلينا بطل نقعده كده ونشوف بطل هيقول لي ايه. ها تعرفني ولا لا؟ تعال اقعد جنبي. يا دي الهاكر، يا دي الهاكر. اما نشوف انت عربي. طيب هو بيتكلم عربي ده ولا ايه ده؟ انت تعرفني؟ شوفوني. يو يا هاكر، يلا هاكر، يلا هاكر، اقسم بالله حرام عليك يا عم. فرق بيقول لي بلال، واحد بيقول لي بلال. واضح ابطال حلقه النهارده غريبه، حلقه النهارده عجيبه. الناس كلها ابطال بجد في مال البيوت، محدش قال اسم اليوتيوبر. يعني اللي انا الحمد لله ابطال اللي انا ما اشتريتش الحاجات دي، لانه بجد واضح اصلا ما فيش حد عارفه خالص. دي اقرب حلقه اعملها يعني باسمع. ايوه انا شخصيه مين؟ واحد بيقول لي بحبك بلال. الحمد لله هو بعيد، الحمد لله. ممكن تضيفني؟ تراني مسكين يا باشا، كلنا مساكين والله. بس يعني انا مش بضيف هكرات، خلينا كده واضحين، انا مش بضيف هكرات عشان حسابي. بقول لكم ايه، واضح ابطال الفيديو النهارده، انا هبصوا اخلصه دلوقتي، اخلصه دلوقتي والله بجد ابطال، لان ما ينفع. بقول لكم ايه، بصوا انا هسافر بسرعه بسرعه بسرعه، يلا بينا. اقعد اقعد يا باشا، دوس هنا او هنا، ماشي الحمد لله. يلا بينا ننهي الفيديو بقى عند البحر بسرعه، يلا يا باشا. سو ايزي، محدش هنا. ويعتبر بس كده ابطال، فيديو النهارده خلص. اتمنى يكون عجبكم الفيديو النهارده بصراحه. ابطال مستغرب جدا ان محدش عارف الشخص ده اللي هو اليوتيوبر ده اصلا، اللي داخل يعتبر على 250 الف مشترك. ف مش عارف، حاجه غريبه قوي. ابطال دخلت في ماب البيوت وما لقيتش حد عارفه، كله بيقول لي بلال بردك، بلال وين؟ محدش نطق، شخص واحد بس، مفيش شخص واحد بس حرفيا نطق وقال اسمه. حاجه غريبه جدا بصراحه، ولكن انتوا قلتوا لي اعمل اليوتيوبر ده وعملته وجربنا التجربه بتاعتنا وبس كده. ابطال اعترف الفيديو النهارده خلصت، اتمنى يكون عجبكم فيديو النهارده. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، اما حاجه تفعلوا زر الجرس عشان ينزل لكم كل فيديوهات الجيمنج الجديده. وبس كده، يا بي جيمنج اكسوي، سلام.